السلام عليكم ورحمة الله. لا يمكن أن نبدأ هذه الحلقة دون ونتجاوز أو لا نستطيع أن نتجاوز مشهد 18 شهيدا الذين قضوا نحبهم اليوم في غزة وارتقوا شهداء، ليس بقصف الاحتلال وإنما بالمساعدات. نعم، بالمساعدات، بالإنزال الجوي للمساعدات. حوالي 12 منهم علقوا في حبال وغيره في البحر وهم يحاولون مطاردة المساعدات التي ألقيت في البحر بدلا من أن تلقى عندهم، وستة آخرين قضوا تدافعا بين الأقدام نتيجة شدة الجوع والحالة الصعبة التي يمر بها أهلنا في شمال غزة. 18 شهيدا من شهداء الجوع، من شهداء الإهانة، من شهداء المذلة التي يحاول فيها العالم أن يضعنا بها في سبيل لقمة العيش، في سبيل الحصول على رمق ما يسد رمق أطفالنا. ونحن في رمضان، في شهر الجود والإحسان، البعض يبخل أن يقدم بنفسه المساعدة ويرضخ لتعتيمات الاحتلال وقيوده فيرميها من البحر وهو خائف مذعور، فيرميها من الجو وهو خائف مذعور حتى تجد طريقها في البحر. ثم نسأل عن دفع الزكاة لهم وهل يجوز أو لا يجوز، وتقديم فدية لهم هل تجوز أو لا تجوز، وتقديم كفارة لهم هل تجوز أم لا تجوز. أي بؤس هذا الذي نعيش، أي هوان هذا الذي نراه على أرض الواقع من هذه الأمة. لا والله، ليس من أهل غزة، فهم أهل صبر وإباء وثبات وعلمونا الدروس تلو الدروس، ولكن نحن العاجزون، نحن المتخاذلون، نحن المقصرون، لا هم. هم عملوا اللي عليهم وزيادة، وهم يدافعون عن الأمة بأسرها، وهم يصومون عن كل المفطرين في هذه الأمة، حتى وإن ادعوا الصيام عن الطعام والشراب فهم مفطرون على دماء إخوانهم بالتقصير والخذلان. ندفع فدية الصيام وندفع كفارة الصيام وندفع كل شيء نستطيعه لأجل أهلنا في غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان. كالعادة نبدأ أول ربع ساعة ثلث ساعة فيما يشغل الأمة هذه الأيام، ثم نفتح المجال لأسئلتكم الفقهية المختلفة. ومعنا في الاستوديو أو عبر الستلايت فضيلة الشيخ الدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياكم الله أخي أستاذ عدنان، وتحياتي للمشاهدين الكرام في كل مكان. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، وعجل بتفريج الكرب عن أهلنا وإخواننا في غزة، اللهم أمين. بقول شيخنا الحبيب، الواحد لا يستطيع الدخول في موضوع الحلقة ويتجاوز نبأ 18 شهيدا اليوم إثر محاولة الحصول على ما يقيمون به أودهم من المساعدات التي تم إلقائها بالجو، فغرق منهم من غرق في البحر، ومات منهم من مات وارتقى شهيدا إثر التدافع من أجل الحصول على تلك المساعدات. كيف استقبلتم هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هذا الخبر ينضم إلى الأخبار الأخرى المؤلمة والمحزنة التي تؤلم أي مسلم، بل أي إنسان له قلب إنسان. فأي إنسان له قلب إنسان يتابع هذه الأخبار لابد أن يتألم لها، ولابد أن يساء إلى نفسه بصورة دائمة: ماذا علي أن أفعل؟
لابد أن يسائل نفسه بصورة دائمة: ما الذي أوصل الأمة إلى هذا الحال وإلى هذه الصورة وحالة الخذلان التي بلغتها والتي وصلت إليها؟ وكيف يمكننا أن نتجاوز هذا الواقع المؤلم الذي صرنا يعني لا نتحدث عن الحد الأدنى، بل الأدنى من الأدنى المطلوب منا؟ يعني الآن الأمة العاجزة عن إيقاف الحرب، والعاجزة عن رد العدوان، والعاجزة، الآن تجاوزنا كل صور العجز إلى صورة عدم إيصال الطعام أو الحد الأدنى من الطعام إلى إخواننا المرابطين في فلسطين الذين يدافعون أو يقومون بواجب الكفاية نيابة عن المسلمين جميعا حول العالم في الدفاع عن الأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ووصفها بالبركة في كتابه الكريم في أكثر من 7 مواضع. هؤلاء ينوبون عن الأمة كلها. الأمة الآن تتفرج أو تتابع الذين يموتون ويتقاتلون وهم يسعون للحصول على لقمة تسد جوعتهم. يعني نحن في محنة وفي مأساة كبرى في الحقيقة، توجب علينا وتوجب على أهل الفكر والنظر وعلى أهل العلم أن يقوموا بواجبهم في تذكير الناس، لأنه أنا في تقديري أن هناك آفة أخرى أخطر من كل ما ذكرنا تسيطر على كثير من المسلمين الآن، وهي آفة الاعتياد والتكيف. الاعتياد والتكيف بمعنى أن طول أمد الحرب جعلنا نتكيف مع الأحداث، بل إن بعض الناس ينشغل أصلا بحياته الطبيعية وبرنامجه اليومي وربما لا يسمع هذه الأخبار أو لا يتابعها. الحرقة التي كانت في قلوب بعض الناس، البكاء الذي كان يبدو أن هناك إشكال وأصبحت يعني الآن عاد إلينا فضيلة الشيخ الدكتور خالد حنفي. كنت تتحدث عن البكاء الذي كان عند البعض. نعم، يعني أنا حتى لا أحتقر أو لا أقلل من الحرقة أو من الوجع أو من الألم أو من البكاء أو الدموع التي يذري ما يبدو أن يجري في هناك، فلسطين وألما أنهم معذرة شيخنا، بدي أحاول أنا أتكلم دقيقتين ونحاول نرجع معك مرة أخرى بالاتصال على أمل أن يكون وضع الإنترنت أحسن، أو إذا بتغير حضرتك شبكة الإنترنت التي تستخدمها، لأنه الصوت يتقطع. إذا كنت على الواي فاي ممكن يتحول على 4G أو ما شابه. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في هذه الساعة على الهواء مباشرة. إذا كنت بتحضرنا لايف في الوقت المباشر الذي هو يبدأ الساعة 2 مساءً بتوقيت جرينتش، أي 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، فأنت بإمكانك أن تتصل علينا على الهواء مباشر على البرنامج، بإمكانك ترسل رسائل قصيرة على الواتس أب ونتفاعل معها بإذن الله تعالى، ونسعد حقيقة بسماع صوتكم واتصالاتكم. إذا كنت بتحضرنا في الفترة المسائية بالليل بالإعادة، طبعا مش هنكون موجودين معك باللايف، لكن بإمكانك أيضا إذا كان عندك سؤال ترسل لنا إياه على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وهو fatwa@alhiwar.tv. الإيميل الخاص بالبرنامج fatwa@alhiwar.tv. طبيعة هذا البرنامج أنه أول ربع ساعة نص ساعة نتكلم فيما يشغل الأمة من قضايا. هذا هو الإيميل كما تشاهدون على الشاشة. طبيعة البرنامج في البداية أول ربع ساعة ثلث ساعة نتكلم بما يشغل الأمة من قضايا، ثم نفتح المجال لأسئلتكم واتصالاتكم المختلفة في القضايا الفقهية التي تعنيكم وبالذات المسلمين المقيمين في الدول الغربية. عاد إلينا فضيلة الدكتور خالد حنفي. إشارة سريعة كمقدمة، كنت أتحدث عن تبدل حال البعض وكأنه تبلدت مشاعرنا. أمس أفرغنا حلقة كاملة عن تحت عنوان التعود على مشاهد الإبادة في غزة، يبدو أن هنالك خشية حقيقية من هذا. نعم، هذه طبيعة الإنسان عموما،
وطبيعة المسلمين أكثر، يعني طبيعة المسلمين أنهم ينسون بسرعة ويعتادون على الأحداث ويخذل بعضهم بعضا، يعني تحقير الفعل وتحقير العمل. وكما قلت من قبل إنه بعض الناس يقول إن غزة لن تنتصر بالبكاء ولن تنتصر بالدعاء ولن تنتصر بالمقاطعة ولن تنتصر بالتغريد وإعادة النشر ولن تنتصر بالجلوس أمام شاشات التلفاز وغير ذلك من أدوات التثبيط. طيب ماذا نفعل؟ الآن نحن بحاجة إلى هذه الحرقة الموجودة في القلوب، وبحاجة إلى هذا البكاء والألم والتساؤل الدائم، ما الذي يجب علي أن أقوم به تجاه أهل غزة وأهل فلسطين؟ وجود هذه الحرقة، وجود هذه المتابعة لما يجري، هو الذي يدفعني إلى العمل، هو الذي يحركني أن أقوم بالحد الأدنى المباح والمتاح. يعني ليس مطلوبا مني أكثر من العمل بما يدخل تحت قدرتي وما يدخل تحت استطاعتي، المقدور عليه بالنسبة للشعوب، بالنسبة للناس، بالنسبة للمسلمين في أوروبا تحديدا، المقدور عليه كثير وليس قليلا. بل أنا أزعم أننا لم نستثمر بعد يعني كامل مساحات الحرية أو المساحات المتاحة التي يمكن أن نتحرك فيها، خاصة في السياق الأوروبي وفي السياق الغربي. فيجب أن نأخذ بكل وسيلة وبكل سبب يبقي على القضية حية حاضرة في قلوبنا، في نفوسنا، في دعائنا، وفي أولادنا، في حق أولادنا أيضا. يجب أن يتحول نمط الحياة بشكل عام من حولنا إلى عنوان التضامن والنصرة مع غزة، في حدود ما يدخل تحت قدرتنا وما يدخل تحت وسعنا وما يدخل تحت إمكاناتنا. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولن يسألنا إلا عما نقدر عليه. هل نحن وصلنا إلى درجة العجز التام الذي لا نستطيع معه أن نقوم بأي شيء؟ لا، المسلم يستطيع أن يفعل، وفي وسعه أشياء كثيرة وقد تحدثنا عنها في حلقات سابقة. نعم نعم فضيلة الشيخ، إحنا اليوم موضوعنا الرئيسي أو عنواننا الرئيسي في الحلقة هو فدية الصيام، كل ما يرتبط بها وكيفية احتسابها، ثم إذا كان هنالك إمكانية أن تقدم لأهلنا في غزة. فياريت مبدئيا يعني نأخذ منك مقدمة أساسية في مسألة فكرة أو فقه الفدية في الإسلام. نعم، قبل أن أتحدث عن الفدية، أنا أقول إن واجب المسلمين حول العالم، وليس المسلمين في أوروبا فقط، واجب عموم المسلمين حول العالم هو إغاثة إخوانهم ونصرة إخوانهم، بعيدا عن الزكاة، بعيدا عن زكاة المال، بعيدا عن زكاة الفطر، بعيدا عن الفدية، بعيدا عن كل هذه الأنواع من الزكوات ومن الصدقات. بل إن الإغاثة واجبة على كل مسلم، بل إن على المسلمين حول العالم أن يحركوا غير المسلمين، وغير المسلمين فيهم خير كبير جدا. وعندما يقفون على حقيقة ما يجري في غزة يساهمون ويدفعون ويتبرعون ويغيثون، وقد رأينا هذا في كثير من البلدان. لكن يأتي السؤال، هل يجوز لنا أن ندفع زكاة المال أو زكاة الفطر أو الفدية لأهل غزة وأهل فلسطين؟ طبعا قلنا يجوز دفع كل هذه الزكوات لأهل غزة. واليوم نتحدث عن الفدية. الفدية هي ما يخرجه الذي أفطر من رمضان بعذر، كالمريض وكالمريض الذي لا يرجى برؤه، وكالحامل والمرضع، أو المرأة التي يتتابع عليها الحمل والإرضاع، أو أصحاب المهن الشاقة الذين يقاسون على أصحاب الأعذار، الذين قاسهم العلماء على أصحاب هذه الأعذار.
يعني أعذارهم مستمرة طوال السنة، يعني لا توجد عندهم أي مساحة زمنية يقضون فيها الأيام التي أفطروها من رمضان في السنة. فالأصل أن من أفطر أياما من رمضان بعذر أن يقضيها، فعدة من أيام أخر. طيب، تعذر عليه القضاء لأن مرضه مستمر، يعني لا يرجى برؤه، يعني لن يأخذ دواء مستمرا طوال السنة، أو لكبر السن مثلا، أو تتابع الحمل والإرضاع على المرأة، فهي في كل رمضان إما أنها حامل وإما أنها ترضع، إما أنها حامل أو أنها ترضع، وكان عندها أيام أخرى متراكمة فوصلت إلى 100 يوم أو أكثر من 100 يوم، لا يمكن أبدا، أو تقول إنه يصعب علي أن أصوم 100 يوم. كل هؤلاء عليهم الفدية. الفدية كما قال الله سبحانه وتعالى: ففدية طعام مسكين. كيف يخرج الإنسان الذي أفطر أياما من رمضان بعذر، وهذا العذر مستمر معه بعد رمضان، كيف يخرج هذه الفدية؟ وكيف حددها العلماء؟ وهل يجوز إخراج القيمة فيها أم لا؟ هذا ما نقوله. العلماء قديما قالوا إن الفدية، منهم من قال إنها صاع، مثلها مثل زكاة الفطر، صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو الأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصاع قدروه بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو، ولعل الأصح والأرجح إنه 3 كيلو. فالحنفية قالوا إن الصاع يخرج في الفدية مثله مثل زكاة الفطر، يعني القيمة التي قدرت بها زكاة الفطر تكون هي نفس القيمة التي قدرت بها الفدية عند الحنفية. إذا كان إحنا مثلا في ألمانيا قدرناها بـ10 يورو، فعند الحنفية تكون 10 يورو، لا فرق بين زكاة الفطر والفدية. الإخوة في فرنسا قدروها بـ9 يورو، تكون الفدية بـ9 يورو، مثلها مثل زكاة الفطر. بعض الفقهاء الآخرين قالوا نصف صاع، ومنهم من قال ربع صاع، يعني مد، يعني ربع صاع معناها 2 يورو و50 سنت، ومنهم من قال نصف يعني 5 يورو. فنحن بين هذه الاجتهادات الثلاثة. ما هو الاجتهاد الأصح والرأي الأدق في هذه الآراء كلها؟ الرأي الأدق في هذه الآراء هو ما رجحه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، هو أن الفدية تقدر بوجبة كاملة متكاملة أو بوجبتين، لأنه الله سبحانه وتعالى أطلق الفدية، الفدية طعام مسكين. وفي الآية الأخرى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالمفروض إنه الفدية تكون مما يأكل الإنسان. بعض العلماء قال تقدر بوجبة واحدة، وبعضهم قال تقدر بوجبتين. إذا اعتبرنا أن الفدية تقدم بوجبة واحدة وهي وجبة الإفطار، فهذا معناه أن الإنسان يأكل في الإفطار ما يأكله الناس. هل هناك من يأكل نصف كيلو دقيق أو نصف كيلو تمر أو 3 كيلو حتى قمح أو 3 كيلو حبوب؟ أو الناس يأكلون في الإفطار ما يأكله الناس، يأكلون الأرز واللحم والحساء أو الشوربة، يشربون المشروب الذي يشربه الناس. كم تتكلف هذه الوجبة؟ نحن عندما قمنا بدراسة على متوسط، أما أردنا أن نحسب قيمة زكاة الفطر في ألمانيا، قمنا بعمل دراسة على متوسط أسعار الحبوب التي تشكل غالب قوت البلد، يعني الأرز مثلا، الفاصوليا، اللوبيا، الدقيق، هذه الأشياء كلها قمنا بعمل حساب على متوسط سعر الكيلو ومتوسط ثمن 3 كيلو، هذه واحدة. الثانية أننا نظرنا إلى الوجبة التي يأكلها أغلب الناس مع المشروب في أغلب المدن الألمانية،
فوجدنا أن ثمنها يتراوح بين 7 إلى 8 إلى 10 يورو. وجدنا أن بعض المؤسسات الأخرى التركية تقدر قيمة زكاة الفطر عن الفرد الواحد ب 13 يورو، ومؤسسات أخرى تقدره ب 15 يورو. فوجدنا أننا إن قدرناها بثمانية أو بسبعة تكون المسافة كبيرة جدا بيننا وبين الذين قدروها ب 13 أو ب 15. لذلك انتهينا إلى التقدير ب 10 يورو، وانتهى غيرنا إلى التقدير ب 9، وغيرنا إلى التقدير. فهذه مسألة اجتهادية. المهم أن تقدير زكاة الفطر بالوجبة أو بالوجبتين هو التقدير الأقرب إلى النص والأقرب إلى روح الشرع، وهو ما فهمه عدد من الصحابة كسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. سيدنا أنس بن مالك في آخر عمره لما كان مسنا كبيرا لا يستطيع أن يصوم، كان يجمع مجموعة من المساكين ويطعمهم اللحم وما يأكله الناس عادة، وما كان يعطيهم الحبوب أو نعم. الأشياء في أيديهم، مثلما يصر بعض الناس على هذا الأمر اليوم. فالفدية تجزئ بالإطعام، بل الإطعام أفضل بالنسبة للفقراء والمساكين. نأتي إلى السؤال التالي الذي يتفرع عن هذا السؤال بعد تقرير بس خليني على السؤال القيمة. الثاني، قبل السؤال الثاني بعد إذنك، قبل السؤال الثاني بالنسبة لموضوع غزة أود أن أسأل عن احتساب الفدية. واقع الممارسة، أتوقع في ألمانيا نفس الشيء، في بريطانيا، في أكثر من مكان، تجد مسجداً أو جمعية خيرية يقدر هذا الأمر الذي ذكرته حضرتك بكل هذا التفصيل المهم. مثلاً أنا أحكي أرقام موجودة بلندن الآن، يقدر أن فدية الصيام بناء على هذا الحساب 5 جنيهات، 5 باوند. مؤسسة أخرى في نفس المدينة تقرر أنها 10 جنيهات، 10 باوند. طب أنا على مين أرد؟ طبعا هذه مشكلة في الحقيقة. المشكلة ليست في التقدير، التقدير عملية اجتهادية مثل ما ذكرت. أنت لو جاءني من قدر زكاة الفطر ب 20 يورو، لن أخطئه، لا أستطيع أن أخطئه. لماذا؟ لأنه وافق قيمة صنف من الأصناف الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يقول لي الصاع 3 كيلو، وأنا قدرت على حساب كيلو الزبيب، وكيلو الزبيب على الأقل يتراوح ثمنه بين 7 إلى 8 يورو في 3، معناها أن أنا لما قدرت ب 20، هذا تقدير موافق لصنف من الأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا آخر أو مجتهدا آخر قال أنا حسبت الكيلو، كيلو الدقيق، فوجدت أن 3 كيلو لا يتجاوز ثمنهم 4 يورو مثلا أو 5 يورو، ما أيضا اجتهاد. لكن القضية هنا في روح زكاة الفطر. روح زكاة الفطر هي أنها إسعاف عاجل للفقير سهل على الغني. فأنا عندما أقدر أراعي حاجة الآخذ وحاجة المعطي، فلا أهبط بزكاة الفطر هبوطا يضر بالفقير، ولا أرتفع بها ارتفاعا يضر بالغني فيخالف مقصود زكاة الفطر. فلو قلت لي إن هي ب 20 يورو مع أسرة مكونة من 5 أفراد أو 7 أفراد، معناها إن أنا اقتربت مما يدفعه في زكاة المال، وهذا مضاد لمقصود الشرع. فالشرع قصد من زكاة الفطر أن تكون إسعافا يسعد الفقير في يوم العيد ولا يؤثر بحال على الغني. لذلك قالوا كل الناس يدفعون زكاة الفطر، حتى الفقير بعد أن يأخذ زكاة الفطر ويصبح عنده كفايته في يوم العيد وليلته وكفاية أولاده، إذا وصل إلى هذه الكفاية هو كمان يخرج زكاة الفطر. أما عن الإشكالية التي أثرتها أخي أستاذ عدنان، فهي إشكالية كبرى في أوروبا ترجع إلى عدم وجود تنسيق كامل بين الهيئات وبين المؤسسات.
يجب أن المؤسسات والهيئات العلمائية والإغاثية، الهيئات الإغاثية تتعاون مع الهيئات العلمائية وتتواصل معها وينسقوا مع بعضهم قدر الإمكان. إحنا حاولنا هذا الأمر، صحيح أننا لم نصل إلى الصورة المثلى في الاتحاد وعدم تشتيت الناس لما يجدوا أمامهم من قدر، يعني إحنا عندنا في ألمانيا من قدر بستة ومن قدر بسبعة ومن قدر بثمانية ومن قدر بعشرة ومن قدر ب13 ومن قدر ب15، تخيل عندك كل هذه التقديرات. فالإشكال يرجع إلى المؤسسات، أن المؤسسات لا تحسن التعاون والتنسيق مع بعضها، كما أن المؤسسات الإغاثية تميل دائما إلى التقدير بالأعلى. طبعا هي ليس عندها قصد سيء في هذا الموضوع، وإنما هي تريد أن توسع دائرة ما يأتيها من أموال حتى تتسع دائرة الاستفادة بالنسبة للذين يحصلون على هذه الأموال من الفقراء والمحتاجين حول العالم. لكن القصد ده قصد حسن، لكن يجب أن ينضبط بضوابط الشرع مثل ما قلنا، وهي إن احنا نحاول أن نتوسط أو أن نتعادل أو أن نتوازن في التقدير، بحيث نقترب قدر الإمكان من روح الشرع في تشريع زكاة الفطر نرجو والفدية. ذلك نرجو ذلك. الآن نأتي إلى الشق الآخر، وأولوية تقديمها لغزة في هذه الظروف. الحقيقة أن الفقهاء تشددوا جدا في قضية نقل الزكاة، نقل زكاة المال، وزكاة المال أهم طبعا من زكاة الفطر وأهم من الفدية، مقدمة على كل هذه الأصناف. فالعلماء قالوا إن الأصل في الزكاة، جمهور الفقهاء قالوا إن الأصل في الزكاة أن تصرف وأن تدفع في بلد المزكي، ودليلهم في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ المعروف: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم في نفس البلد فترد على فقرائهم في ذات البلد. والقصد من هذا هو أن يدرك الأغنياء والذين وصل النصاب في أموالهم، حد النصاب في أموالهم وواجبة الزكاة في حقهم، أن يدركوا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن فقراء بلدهم، فيتعين على أغنياء كل بلد أن يقوموا بسد وكفالة احتياجات الفقراء في بلدهم. لذلك بعض الفقهاء تشدد في هذه المسألة وقال إنه لا يجوز أبدا أن تنقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تعدم المصارف في بلد المزكي، الحالة الثانية أن تتساوى المصارف، لكن المصرف الذي سينقل المال إليه يكون ذو قرابة بالنسبة لهم. يعني أنا عندي فقراء في بريطانيا وعندي فقراء في مصر، والفقراء في مصر أشد احتياجا من الفقراء في بريطانيا، وهم ذو قرابة بالنسبة لي، يبقى لا أعطي الفقراء في بريطانيا وأعطي الفقراء في مصر، لأنهم ترجحوا بالقرابة. وهذا المعنى ينطبق كذلك على الفدية وينطبق كذلك على زكاة الفطر. يعني معنى كده أنه لا يجوز نقل الفدية ونقل زكاة الفطر من بلد المزكي، من بريطانيا، من ألمانيا، من أي مكان في أوروبا إلى غزة أو إلى الخارج. نعم، هذا الأصل. طيب، ونحن ماذا نفعل الآن في حالة غزة؟ نغني الفقراء والمساكين إن كانوا موجودين. طبعا الفقراء والمساكين في أوروبا، يعني هذا أمر يختلف من بلد إلى بلد، فالفقراء يعني نسبتهم قليلة وتسد حاجاتهم بأقل القليل. وأنا ما أعلمه عن المؤسسات الإغاثية أن النسبة الأكبر من زكاة الفطر ومن الفدية ومن زكاة المال تخرج خارج أوروبا، لأن الحاجات الموجودة في أوروبا هي حاجات قليلة
مثل ما قلت هي مختلفة من بلد إلى بلد. أنا مرة أخرجت فتوى قلت فيها إن الإفطارات الرمضانية التي تنظم في المساجد لا يجوز أن تمول من أموال الزكاة. لماذا؟ لأن الذين يأكلون ويستفيدون ويفطرون في هذه الإفطارات أغلبهم أو ليسوا يعني جميعا من الفقراء أو المساكين أو ممن يدخلون في مصارف الزكاة. صحيح إن هذه الإفطارات مهمة لأنها بتجمع المسلمين ويشعرون بروح الأخوة والتواصل، خاصة غير المسلمين، عفوا المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام حديثا وليس لهم يعني مجتمع مسلم يفطرون معه أو يشعرون بجمال وروحانيات رمضان معه، فهؤلاء يعني يجدون روحهم في هذا الإفطار. فهذه إفطارات مهمة، لكن قلت إنها لا تمول من الزكاة، لأن تمويلها من الزكاة حتى يصح يجب أن يكون كل الذين يفطرون من الفقراء أو من المساكين. فتواصل معي بعض الأئمة من إيطاليا مثلا على سبيل المثال، وقال لي إن أرجوك أن تعدل هذه الفتوى وتعمل قيد أو استثناء. نحن في إيطاليا الإفطارات في مساجدنا وفي أغلب المساجد الذين يترددون عليها من الذين ينطبق عليهم حق أخذ الزكاة، وبالتالي نحن نمول الإفطارات في بعض المساجد في إيطاليا من الزكاة. فكما قلت إنه نحن لا نستطيع أن نقول إنه بشكل عام في كل البلدان الأوروبية لا يوجد فقراء أو أن الفقراء قلة. يعني حتى أقرب الصورة أكثر، شرعت زكاة الفطر وكذلك الفدية لسد حاجات الفقراء والمساكين وإسعادهم وإشعارهم بالفرحة في يوم العيد. طيب لو نقلنا، لو قام المسلمون في أوروبا بنقل كل أموال الفطر وكل أموال الفدية والزكاة إلى غزة أو إلى خارج أوروبا، ماذا يفعل هؤلاء الفقراء؟ لن يشعروا بالعيد، ونخالف مقصود الشرع في هذا الأمر. لذلك أنا بدأت المقدمة بأنه لا يجب أن نحصر الإغاثة والدعم والنصرة لأهل غزة في زكاة الفطر أو في الفدية أو حتى في المال أو في الزكاة عموما، وإنما أن نثبت مبدأ أصيلا في أعناق ورقاب كل المسلمين، وهو أن إغاثة أهل غزة هو واجب على عموم المسلمين. إطعام ونصرة أهل غزة واجب على عموم المسلمين حتى بعيدا عن الزكاة. على بركة الله. تأمل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. ما معنى إن في المال حقا سوى الزكاة؟ يعني لو دفع الأغنياء الزكاة بالفعل ولكنها لم تكفي للفقراء الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه، هل تبرأ ذممهم؟ هل تبرأ ذمم كل القادرين؟ علشان كده جاء الحديث قال في حق سوى الزكاة، عليهم أن يقوموا بواجب المساعدة والإغاثة، ونحن في ظرف استثنائي. طيب ماذا إذا كانت الحرب قبل رمضان كما كانت قبل رمضان أو في غير فترة رمضان، ولا يوجد عندنا زكاة فطر ولا يوجد عندنا زكاة مال ولا يوجد عندنا؟ واسمح لي أن أنبه على شيء آخر مهم جدا وخطأ يقع فيه فيما رأيت أغلب المسلمين. أغلب المسلمين لما يأتي يدفع الزكاة يقول أنا أريد أن أدفع الزكاة في رمضان وأعمل الحول بتاعي في رمضان، وهذا خطأ كبير جدا. الحول لا علاقة له لا برمضان ولا بشوال، وإخراج الزكاة في رمضان زكاة المال المفروضة الركن ليس له فضل خاص في رمضان. إخراج زكاة المال لا فضيلة له ولا أفضلية خاصة له في شهر رمضان. الزكاة عبادة مؤقتة ومحددة بوقت. ما هو الوقت؟ هو الحول، تماما كما أننا نصوم إذا دخل رمضان كذلك تخرج الزكاة إذا دخل الحول. ما هو الحول؟ هو مرور عام هجري على بلوغ مالك للنصاب. فإذا أنت ملكت النصاب اللي هو 85 جرام
ذهب عيار 24 ما قيمته في شهر شعبان، في شهر شوال، في شهر ذي الحجة؟ يبقى تنتظر حتى يأتي شهر ذي الحجة من العام التالي، فإذا كان النصاب ما زال مستمر عندك يبقى تخرج الزكاة. وهذا عنده فلسفة وعنده حكمة عالية جدا، أن يستمر دفع الأغنياء للزكاة لاختلاف الحول عند غني وغني. إنما لو ثبتنا الحول ودفع كل الأغنياء الزكاة في رمضان كما يفعل بعض الناس الآن، ما هي النتيجة التي تترتب على هذا الكلام؟ النتيجة أن الفقراء الذين يحتاجون إلى المال في غير رمضان لن يجدوا حقهم، وهذا حق لهؤلاء الفقراء وحق لله سبحانه وتعالى في هذا المال. والخطأ الثاني هو أنك أخرت أداء العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا بغير عذر. الأصل إن الزكاة تخرج في وقتها المحدد لها شرعا، لا يجوز لا إنك تأخرها ولا إنك تقدمها أو تعجلها. التعجيل جوزه العلماء استثناء في الحالات الطارئة مثل حالات غزة التي تجري الآن، لكن الأصل أن تخرج الزكاة في وقتها كما بينا ووضحنا. على بركة الله. إذن أعتقد أنه هكذا يعني الموضوع واضح تماما، وإن شاء الله يعني ربنا يعيننا جميعا على أداء واجب أهلنا في غزة وباقي المستضعفين في كل مكان، لأنه تكاثرت علينا الهموم والمآسي. السودان ليس أفضل حالا، الصومال وجيبوتي يهددهما الجفاف، اليمن المجاعة تفتك بهم منذ سنوات، ومسلمي الروهانجا وغيرهم والإيغور وغيرهم وغيرهم الكثير، والله المستعان. وحتى في بلادنا العربية والإسلامية، في مصر، في الأردن، في غيرها، في كثير من المناطق التي هي أكثر من معدمة بسبب الفقر وسوء الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الأنظمة التي تدير هذه الأوضاع.